بين عامي 2020 و2030 حكمت لبنان سلطة بوليسية واتخذت قلب بيروت العاصمة مقرا لها ولأزلامها. صادرت السلطة بيوت العاصمة وهجرت أهلها، ومعها حصنت طبقة مخملية من أصحاب المال والنفوذ. في الداخل أثرياء البلد وحكامه يسكنون ويحتفلون، ومعهم نساؤهم وأولادهم وأزلامهم الأوفياء. أما خارج السور الذي يحمي السلطة، شعب نبذته دولته فاقد لأدنى مقومات العيش الكريم ينتفض يومياً أمام السور، وحراس السلطة له بالمرصاد ترهيب قمع وقتل لكل من يشكل خطراً على النظام. الشعب أصبح عدو السلطة الأول. جرائم ضد الإنسانية تنفذ بحق الشعب، من ثم تستر معالمها وخباياها. ما الذي يخبأ تحت شوارع وبيوت العاصمة؟ من يصدر الأحكام في بيروت؟ من ينفذها؟ بالجملة وجثث تكشف، أما الحقائق تبقى في العتمة عن السلطة التي تسكن تحت الأرض. بينما الشعب قابع تحت رحمة وعبثية وحش هجين، وبينما السلطة وأزلامها يحكمون قبضتهم على موارد البلد ونفس أهله، امرأة، أم، سيدة أولى ستكسر قيودها ومعها صمتها الطويل لترسم واقعا جديدا.